الاسم ديالي اسماء. صراحه كان الطاقم الطبي والتقني وجميع الفم دميناج ليكيب الاولى ولا الثانيه اللي كانت معنا صراحه كانت عنايه فائقه، كانت زعما المستوى ديال التعامل كان خاص. كنشكروهم صراحه جزيل الشكر على هاد المجهودات اللي داروها. كنشكروا المدير المستشفى حتى هو على المجهودات ديالو. كنشكر الزملاء ديالي، كنشكر القضاة المجلس الجهوي للحسابات، كنشكر قضاة المجلس الاعلى للحسابات، كنشكر هذا الوكيل العام للملك، وكيلة الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات، كنشكر السيد الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات السيد دريس جطو اللي كان تيواكبنا وكان تيسهر على الراحة ديالنا، والشكر خاص لجلالة الملك على الالتفاتة ديالو والتعليمات ديالو السامية باش يعتنيو بمرضى كوفيد 19. بيان سور شعور السعادة، شعور السعادة لأن الإنسان 15 يوم هو في الطبيب فاس كيفي تيشعر بالسعادة، يخرج لوليداتو يخرج لدارو، شعور لا يوصف صراحة. أنا ما عرفتش كي درت صابت، ما زعما فوقاش والبلاصة اكزاكت وداك الشيء ما عرفتش صراحة. بيان سور بانوا عليا اعراض، مي اعراض طفيفه ماشي زعما ماشي اعراض. دي كورباتور، حريق الراس، هادشي اللي كان بحال اون غريب، بحال اون سامبل غريب جاتني وبقات فيا شويه الكحه سيتو. الله يشافي العائله ديالي اللي تصابت، تنتمنى لهم الشفاء وكنتمنى لجميع المغاربه الشفاء، وتنترحموا على جميع الموتى ديالنا اللي ماتوا مساكن وهادشي اللي كاين. النصيحه اللي نقول للمغاربه هو انهم يدخلوا لديورهم، يلتزموا بتعليمات السلطات. نبغي نقول لهم بان راه الناس هنايا راه ما تيمشيوش عند وليداتهم، الاطباء هادي راهما الجنود ديالنا دابا، فمن الاحسن يخليوهم حتى هما يرتاحوا ويدخلوا الناس لديورهم باش نقدروا نتغلبوا على هذا الوباء. السلام عليكم، معكم الدكتوره ليلى ابركان متخصصه في الامراض الباطنيه وسرطان الدم. دونك حنا جينا باش نخدموا البلاد ديالنا بكل سرور وبكل فرحه، باش نداويوا المرضى ديالنا الناس اللي فيهم كورونا. والحمد لله نسبه الشفاء بدات كتطلع، حنا كنشوفوا الحمد لله هاد المريضه هادي الحمد لله نسبه اللي كانت مريضه بكورونا الحمد لله هي برات هي خرجه فرحانه، وحنا حنا كنفرحوا معاهم وكنفرحوا بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.